متابعينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كما عودناكم ان شاء الله ديما جديد خوتي. اليوم لافير تاع لافير تاع لي زافير تاع الصح. اليوم راهي اللي ما لحقش الله الاخر ما يلحقش اليوم. اليوم راهي الموتزاريلا بروموسيون موتزاريلا هبال، رانا جربناها قبل ما نجيبوها ان شاء الله. هذه بنا والذوب ما شاء الله بالكارونتي. اليوم اللي ما لحقش راهي طفرت فيه. اليوم الاخر قطع. هذه راهي فيها زوج كيلو، زوج كيلو تاع موتزاريلا راهي غير ب 50000. زوج كيلو كامله 50000. باطل باطل. وعندنا تاع كيلو ب 30000. هاي تاع كيلو ب 30000 موتزاريلا ويذوب بالكارونتي. راني جربته قبل ما نجيبوه. والبنة ثاني راهي الله يبارك ما شاء الله. هذه ولادات تاعو راهي حتى لافريل. هاي لادات تاعو راهي حتى لافريل. هاي لو 15 افريل 2023 ثم ها اللي ما داشهاش من الكميه اليوم هذه راهي طفرت فيها. ها كاين ان شاء الله خاوتي موتزاريلا. هذه الصغيره قلنا ب 30000 والكبيره تاع زوج كيلو هذه راهي ب 50000. هاي بروموسيون ما تلقاو حتى بلاصه. هاي نزيدوكم جبنا العظمه تاع الاوزمو اليوم هاي كندير 20000. عظمه تاع الاوزمو من 20000 راهي دوكا ب 5000 فرنك. راهي ب 5000 فرنك. راهي سوربريز اللي فيها حاجه مليحه هذه. ناهي كاليتي مليحه تاع ترك والشيكولا تاعها ثاني باهي الله يبارك. من 20000 راهي ربعه دوكا ب 20000 5000 فرنك. زيد جبنا هذا الكازوز تاع بسباس الدجاج نوعيه مليحه هذا راه ب 35 في الفرد. هذا راه كاليتي مليحه. الكميه هاي اللي عندنا هو الرمان 35 في الفاردو. وزدنا جبنا الزيتون ثاني الله يبارك. ها ودخل الزيتون اليوم هذا ثاني. واش عندنا الكميه راه ب 20000. زيتون تاع سلاطه راه ب 20000. ها فوالا ها الذوق تاعو ما شاء الله الله يبارك ثاني. هذا ها 20000 مرقد في الملح 20000 كمية هاي اللي عندنا. وزدنا جبنا ايه كمية ثانية قليلة هذه تاع ماكسي هذه نيسلي كندير 14000 دوكا راهي 3 ب 20000 نيسلي ماكسي نيسلي. وزدنا جبنا هذه سميها هذه انرجي هذه بالقارص تاع الرامي ستار. ستار ستار مش رامي هاي ستار بالقارص راهي 4000 فرنك 5 ب 20000 5 ب 20000. ومرحبا بكم خاوتي وكونوا في موعد ان شاء الله. السلام عليكم.